ايه الناس لا فيكتوار كونسا انت بغيتي كي انت فيك وحدك الناس يقريا فيكتوار هكا الزرا صحيت هذا الحمد لله ميدي على وقت الشاجي الحمد لله كنا على خير تربيا قران وفرح مليح مليح كنا نوارا كيكتا الحمد لله ربي نشكاف نوارا كثير تفاور هذاك تفاك وغاسبرو الله يبارك فيك ربي ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه ان شاء الله ما تذي انت كيما كبصه سخولاي اذا انا مشيت توارد الشاج ايه هنا هضر ربي غاشي درنا طونسيون الصفراحه راه تسوات انت كي مرد اللي بغي لي جون يفون انت تردي فيجيلون هذه خذا ربي مشو من لاقي مشو من لاقي هذه خدمني شهر من كذا مي لي طاي دو ميتر انتر ما سو جور دو في يفو كيل فاس انا كيلكو شوز سينو سي با كومون سا فاس تيرميني هذاك سي بور لو مومون سو لي في كومون تيدينا يعطيك الصحه دوال الفرحه كيما هذا الغاشي في الدنيا كوي دوان اش سنتينا با وي الغاشي نداكي غاسي نبارك ربي فريمون يا ريانا دير ريس فريمون لا سوليداريتي توتال اش نبارك ربي إذا كما تشاهدون مشاهدينا الكرام نحن بقرية أثنان ببلدية أثزمنزر أين تحول الحزن إلى فرح كبير وسط عائلة سليم محداد بعد تمكن مصالح الدرك الوطني من العثور عليه سالما معافى صبيحة اليوم. وحسب مصادر موثوقة لقناة نوميديا تي في تم توقيف 3 أشخاص متورطين في اختطاف الطفل سليم وفي انتظار تصريحات وكيل الجمهورية للتعرف أكثر عن أسباب هذه القضية. كان معكم عمر حمامي لقناة نوميديا تي في ولاية تيزي وزو. فيكتوار كونسا. يا رب. أنت فيك وحدك الناس يقريا فيكتوار. هكا.